أهلا بكم في استعراض حدث هذا الأسبوع في أكاديمية تعليم التداول للمستثمرين. يحاول طاقمنا من المحللين والموظفين كل أسبوع مساعدتكم على فهم الحدث الرئيسي المقرر في السوق خلال الأسبوع المقبل. لقد قال بولارد في مقابلة صحفية على هامش مؤتمر محافظي البنوك المركزية العالمية فإن لجنة السوق المفتوحة لوضع السياسيات في البنك الاحتياطي الفيدرالي لا تفضل التحرك وسط العاصفة المالية العالمية، ويشير مخيم آخر إلى أنه ليس هناك ما يدعو الاستعجال، ويبدو أنه يفضل التأجيل والتحديد ما إذا كان هناك تداعيات لتقلبات السوق وتباطؤ الاقتصاد الصيني وانخفاض قيمة اليوان يوم 11 أغسطس. سوف يعقد مسؤول البنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعهم المقبل يومي 16 و17 سبتمبر. لقد قال فيشر: لدينا ما يزيد قليلا عن أسبوعين قبل أن نضطر إلى اتخاذ قرار، ولدينا الوقت لننتظر ونرى البيانات الواردة. لم تغلق الأسواق المالية الباب أمام رفع سعر الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر في أعقاب تراجع الأسهم والعملات والسلع الأسبوع الماضي، ولكن مراقبي الاقتصاد يتحمسون فقط الآن للفكرة علنا على الأقل. لقد أصبح بنكي يوني كريديت وكريدي أجريكول يوم الخميس أحدث جهتي توقعات اللتان تغيران توقعاتهما لسبتمبر بعد قيام بنك باركليز في وقت سابق من هذا الأسبوع بتأخير التنبؤات لأول رفع لأسعار الفائدة الأمريكية منذ قرابة عقد من الزمن بستة أشهر حتى مارس من عام 2016. بكل المقاييس يبدو أن التغيير بطيء، ولكن الثابت لتنقيحات التوقعات هو تقرير ما حدث في وقت سابق من هذا العام أنما تحول الإجمالي وقت رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة إلى سبتمبر من يونيو في استطلاعات رويترز. وقال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد يوم الجمعة أنه من غير المرجح أن يغير البنك الاحتياطي الفيدرالي توقعاته على أساس الاضطراب في السوق. أنا لا أنكر بأن هذه فترة مضطربة، ولقد أخبر بلومبرغ بأنها فترة متقلبة. وأضاف بولارد: لكن السؤال الرئيسي للجنة يبقى هو كم ترغب في تغيير النظرة على أساس التقلبات اللي رأيناها خلال الأيام العشرة الماضية، وأعتقد أن جواب لذلك سيكون ليس كثيرا. وقال بولارد الذي ضغط لرفع أسعار الفائدة أيضا بأنه من غير المرجح أن تصدر الصين الانكماش إلى الولايات المتحدة. بولارد ليس ضمن الناخبين هذا العام. وقال مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي الذين هم أكثر حرصا على رفع أسعار الفائدة يوم الجمعة أن استمرار الاضطرابات في الأسواق المالية يمكن أن يتسبب في تأخير قيام البنك المركزي بتشديد السياسة النقدية الشهر المقبل، على الرغم من أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويا. وقال جيمس بولارد رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس لرويترز أنه ما زال يفضل رفع أسعار الفائدة في اجتماع تحديد السياسة المقبل للبنك الاحتياطي الفيدرالي في منتصف سبتمبر، على الرغم من أنه أضاف بأن زملائه سيترددون في القيام بذلك إذا كانت الأسواق العالمية متقلبة في ذلك الوقت. وقالت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، وهي محسوبة أيضا على الصقور التي تعارض في بعض الأحيان التيار في البنك المركزي، بأنه لا يزال يمكن الاقتصاد الأمريكي رفع متواضع لمعدل الفائدة على الرغم من أنها لم تلتزم بدعم هذه الخطوة في اجتماع 16 و17 سبتمبر.